ان شاء الله. السلام عليكم مشاهدينا الكريم، لاباس عليكم. بخير هانين، اش كتعاودوا؟ اموركم هانيه. السلام عليكم مشاهدين ديالي، كديري لاباس عليكم؟ بخير هانين. كضحك عليا قلت السلام عليكم ما عرفتش جوج مرات درك ولا ثلاثه، قالت لي مالكي وما عجبتنيش ديك السلام عليكم في الاول، وقلت عطيني السلام عليكم الثاني. قولي لا يلا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. اش غتصرتها حق ربي؟ ما تيقونا ما تيقوا المشاهدين، ما كلينا يومين من نهار العيد حتى اليوم. حق الله العظيم، نهار عيد ونهار جوع. المغاربه قال لك نهار عيد ونهار جوع، رحنا اللي نهار عيدنا نهار جوعنا. المهم ياك بخير هانيين، اش تعاودوا؟ اموركم هانيه. ونشارك معكم واحد الحليوه عاوتاني سهله ورخيصه وبسيطه. غندير لكم شي لقطات فيها اللي غن هذا اللي غندي لصلاح، حيت هي راه كيدار فيها سميت هذاك الفلون، ولكن على حساب تما قالوا لكم ما كيدخلوش الحلوه اللي فيها شي لون زعما ولا شي حاجه، غير سامبل غير سامبل. واش غندير؟ وهذه غنوريكم الطريقه ديالها الحقيقيه، كتكون كيكوروها دائره وكان يتقبوها هكا هكا، كيديروا واحد التقيبه في الوسط هكا وكيعمروها، كيعمروها بنشا وكوفيتير ولا داك سميت هذاك، وانا ريت تسكت كيتبربص غيبان وصافي. وهذا وك مش كيدير فيها الاخر مع الكوك ولا دوك رقائق رقائق اش يقول لها ياسمين؟ جرت بلاتي قبل رقائق 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 اللوز من الفوق باش كيزوقوه، ولكن انا غندير هذيك الطريقه اللي درت في الحلوه الاولى، غير غريبه ونديرها بالطابع ديال البطاطا، والاخرى غنديرها بالفورشيط، نزوقها بالفورشيط. هذه على حساب قالك خصك تكوني ضاغطه عليها بشي طابع باش يبين بان ما عامرش بشي حاجه. هادشي اللي كاين، يلا بقاو معايا صايبه معكم هي هكا وجدت لي هنا جوج بيضات. وفيها هاد الدانون، الا بغيتي ديرو ديال البنان ديرو، بغيتي ديرو هاد الطبيعي ديرو مسوس. وانت اش بغيتي انت دابا؟ انا كنقول المقادير للمشاهدين، انت اش كدير؟ انا كنوريكم هو كيطلع يقلب الميله كيقول اش كدير هادي. صافي المهم الخماره لقيت هاد شويه د فاني، غير غنديرها اختياري، ما كيديروش فيها فاني كيديروا فيها غير الخمارات. وصافي بلاتي انا غادي نجلس باش نصايبها معاكم، وغادي نزيد لكم الفيديو هذا ديال الحلوه، نزيد لكم مع الفيديو ديال فاش غنمشي عند صالح. ماشي زياره، غير غندفعوا لهم غير الماكله. قال لك غتدوا لهم يدوا لهم غير الدجاج بلا ما يكونش فيه العظم، ما تكونش فيه المرقه، حيت كي غيكون مساكن. انا نوصي صالح نقول يدير الدغميره تما وليدي، طيب انا جايبه لك الدجاج. ياسمين نقول صالح طيب الدغميره انا جايبه لك الدجاج. كيديروا كيدير مسكين قال لك تقدا تمايا في داك الحانوت ديال تما، قيد ليهم غير البصله ومطيشه وقيله والحليب والبيض، صافي مسكين هو باش كيعاون. قال لك ها كندير مره شليضه مره ندير البيض ومطيشه وقيله داك الشيء اللي كيطيبوا. كيفاش كيطيبوا؟ ما حتى ودي انا ما عرفتش داك الشيء كيف، والله يدير لي متاول تاع الخير وصافي. هذا ما كان ما يكونش عندهم الغاز لداخل محال، وصافي. وهادو واحد السيد الله يجازيه بخير عطا لراجلي الصباح هاد الحلوه، وقال لي هديها لصالح وعطاه الشباكيه، ولكن الشباكيه ما غاداش تدخل. المهم غير الحلوه سامبل، ها نتوما زوينه قريوشات زوينين بالحليب وسامبل شتو، هادشي اللي خاص قال لك يدخل، ما يدخلش داكشي اللي مزوق بشي حاجه ولا الشكلاط ولا هادي ولا عسل ولا تخربيق، لا والله يدير تاول. يلا المهم بقاو معايا انا غادي نخلط معكم هاد الحلوه نوريكم كيفاش جات. نتوما مشاهدين هذا تاع جوج ونص، جوج كيلو ونص، ما عرفش يصايبو قلت ليه نفسخو على حساب العظم، ما خصنيش هاكي شدي ليا انتيا شدي باش نبقى فيه هاد شوي كوك لي بقى فيه الفرج، ما عرفش ليه ينشرو وضيعوها ضاع. هذا دابا ما غاديش يدخل شتو، ها كاين كي غندير ليه غنبقى ندير فيه نحيد هادشي نقطعو، ما غاديش
ماشي صغيره. شوفوا شوفوا ولاد السكيلو ديال هذا اش غايدير لي دروك. هذا غيكونوا مع الناس تمايا يمكن شويه ياكلهم وقاعدين يشوفوا ضروري خص. اي والله درت اول تاع الخير مني غادي يطيب كيتمسخ هذا الشيء الله ينزل البركه وصافي. هذا الشيء اللي كاين دابا انا صافي غندير غير الملح وشويه الكمون ما عرفت واش خصني نديرها ولا ما نديرهاش والله ما عرفت. صافي غندخلوها للفران. ايوا هذا الشيء هو اللي غندي الحلوه صافي كملناها شي لانتي. بقاو معايا حتى نمشيو ونجي نشارك معكم شنو لقيت كيفاش نصورت ما نصور ما لقيتش صافي المهم تنجيو نعاود لكم شنو كاينه شنو داز شنو طرا هذا الشيء اللي كاين. وييه مشاهدينا حنا جينا من عند صالح تبعنا ليه الماكله ورا الموت تاع الضحك اليوم. يا ربي تسمح لي ديك البلاصه كاع ولكن قال لك لك كثر العمي ضحك داكشي اللي كنشوفو ضحكنا حق ربي. لك مشينا مهمومين وبدينا ضاحكين. المهم راه ردوا لي عاوتاني النص ديال الحلوه قالوا لي واش تي راه جايبه الحبس كامل شدوا غير النص ردوا لي النص. شوفوا ثاني هذه ونصايب الشكل الاول الشكل الثاني نصايب العجنه الاولى العجنه الثانيه ما باش تعمر ريال انا ري شحال هزت. وهذا ما كان مدوش على دوك الفراش راه باقي راه كيخلينا كلقيناه تخلينا ياسمين نقابل عز الدين ما مش قاتليناش. ايوا شنو درتي شي حاجه هي الوحده هذه درتي شي غدا يلا كطيبي في الخبز. لا عندها قال المشاهدين قالت لي ديري قالت لي ديري الحريره الغدا واش الحريره كتدار الغدا حتى دقيقه 90 عاد قالت لك ديري الطعام حيت عرفت الحريره ما غادير معايا والو ما غادير معايا والو. اسكت خلينا نهضروا. المهم صافي دخلنا هذا سميتو. المهم لقينا واحد المراه جايبه مسكينه ما غاديش يسكت انت جابت المرقه حتى لقات هرست ما حبسش الفيديو ياك والله الا الفيديو داز الا ما نخلي هذا الشيء راني طلعي لا ما نخليك لا شوف زيدي حيدي الخامي حيدي الخامي هذيك زيدي باش تصنطي باقي دايزه خلي ما خلانيش هذا الولد ندير حق الله العظيم خليني نصور. قلت لكم باش ضحكنا بدينا قلبنا ضحك كاملين تما والله تا غنخلي هادشي غاسير. سمعت اش دايرين شوف اش داير ليا ولدي تقول نتوما انا راني عايشه بخير مع ولادي شوف اش دايرين ليا كيفقصوني وحق ربي ما لقيت على من نشكي شكو الله سبحانه والله الا دخلت عليا جاب لي الله بحال صيمه قادين عليا. ها الاخر كياكل في الخبز راه بحال لي ها شو الاخر كياكل في الخبز راه بحال لي ميو ايو كيحك كيحك انا بغا يحك ودني وما عارف مسكينه ها ودنو لي شتي ودنو لي كضرو وكوك سير لي سير لي سير عند خالتي بغال. وقلت لكم كاينه اللي مسكينه جايبه البطاطا والجلبانه وداك سميتو الزيتون ومعمره المرقه وكاينين مسكينه طيبات الحم مشحم وبقى داك ليدام كثير. واحد مسكينه قالوا ليها قال لها لا لا راه هادشي شرا غادي راه مضر الا بات قال لي ولا كلا ولا شي حاجه ولا الا سميتو راه صار غيضر راه غيدير تسمم. قالت لها ها وليدي كون عرفت هكا قالت لك وخليتو على الخوت وكلاو كمان جيبوا لي كلا راه حنا راه قلنا لولادكم شنو يقولوا لكم تجيبوا داكشي مساكن الله الله يحسن العوان والله كاين اللي ما عارفينش وكاين حتى هما اللي اول مره وهذا وحق الله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله. انا تبعت التعليمات اللي قالوا لي داكشي اللي قالوا لي درت حلوه سامبل درتها وضغطتها بسميتو قالك باش تكون رقيقه تبان لي رقيقه والله الا مساكنه كيشدوا الفقاس وكيقرضوا يقرضوا يقرضوا ليهم ويحطوا
وسميتو اش بغيتي وقلت لك وسميتو وقلت لكم هذا. المهم الناس مساكن ما عارفينش وكان الله يحسن العون وحق الله العظيم. لا صافي قلبناها ضحك. وخو واحد موظف تما قال يقول لهم يقول للموظف اخويا قال والله الا نتوما راه ما اش نقول لكم نتوما ما في يديكم والو. قال نتوما تدخل عندكم قال لهم الحلوه دخلوا الكراوش ودخلوا قال لهم الماركه الزينه وكتردوهم نتوما ماكم قال لهم مسطين صافي. قال لهم زعما علاش ما شديتوها تاكلوها نتوما قال لهم حنا كنتبعوا داكشي اللي قايلين لينا. تاك الله يحسن العون وحق الله العظيم اللي كتشوفوا الناس مكرفسين والله كيديروها الاولاد وكيديروها سميتو كيخلوا الوالدين في العذاب. ايوا الحمد لله الله يغفر بيه الذنوب ما نقنطوش من رحمه سيدي ربي. انا عادي واخا تكرفست وداكشي عادي عادي عندي زعما كيفاش غنقول لكم ما تنطلب ربي الله يغفر بيه الذنوب. واش غندير لما تكرفست على قبل ولادي اش غندير؟ شكون اللي غادي يوقف معاه؟ شكون اللي غادي يجري معاه؟ شكون اللي غادي سميتو يدي لي؟ شكون اهلي وهو معتمد عليا بزاف انا مسكين. ايوا الله يدير تاول تاع الخير. هذا ما كان صافي الحمد لله مشينا ورا صافي. ما هذا الكونط هذا الكونطرا دابا بغا يرد هو بغا يرد النمره في النمره ديالي انا باش يبقى يعيط ليا بغا يحيد ديال بواحد داك التليفون ديالو ما كيسمعش بزاف وما كيكونش بزاف باه في الدار هو كيبغي يهضر معايا انا باش يوصيني وهذه هذه هذه وساعه ما عرفت قالوا لي هو قال لي ما غاديرش كونطرادا. ومني مشيت سولت انا في داك المكتب قالوا لي غادير الكونطرادا خصها ضروري ديري لها الكونطرادا وغنشوف انا شفت طي عيط ليا درك نتسنى سيمانه طي عيط ليا وما صيفط لي والو لا فلوس لا والو هذا الشهر ما عندي ما نصيفط لي صافي ما كاين ما نصيفط ليه وصافي ريحت قلت نشوف الا جاب الله رزق نصيفط لي واخا 3000 ولا 4000 باش يشري الكارطه باش يعيط ليا باش يهضر معايا يقول لي شنو خصني ندير ولا غيعيط لباه ولا ما عرفت والله ما عرفت تلفت واش غيردها مازال في سميت زعما واش غيرد زعما النمره ديالي انا فاش غيهضر ولا غيخلي غادي لباه والله ما عرفت. ايه والله يدير تاول تاع الخير وصافي. المهم انا شاركت معكم داكشي اللي سميتو ما وريتكمش هذا حيت انا درت ليه الدجاج غير في الفران ودرت ليه داك الادان ها في قصي بناتك كدر دوزو ما في البريصه خاص قال لك يكون ناشف داكشي ما يكونش فيه المرقه مساكن غادي الناس بالفريت وغادي بسميتو بالمرقه هكاك فيها الدغميره داكشي مساكن كلشي ردوا ليهم. ايه والله يدير تاول تاع الخير وصافي الله يفرجها على الجميع والله يطلق صراحهم ويهديهم يا سيدي ربي اللي دايروا اللي ما دايرش الله يفرجها عليه. هذا ما كانوا فرحنا وشنا شي دراري خرجوا هذا شفناهم خرجوا من الحبس اليوم والديهم جايبينهم غرابل وجايبين داكشي مع الماء وجايبين بيخو عليهم خلاو الصنادل تما وخلاو قلت لهم الله يا ربي كعطاوها غير وليدي مسكين ما لاقي ما يلبس. ايه وصافي هذا ما كان مساكن على سلامته ما ودي والله يهديهم والله يقيل وليدات جميع المسلمين يا رب جميعا. وهذا ما كان كنتمنى نكون ما طولتش عليكم هذا الفيديو ونقول لكم بسلام عليكم ما تنساونا من جيمو كومونتير الله يسهل عليكم وهذا دعمونا بارطاجيو ليا الفيديوهات باش يطلع الله يسهل عليكم. ورا زادونا واحد الشرط اخر راني صعيب شحال فيه من هذيك شحال من فيه من مليون 10 د المليون ديالاش في شنو هو في زعما مشاهده 10 د المليون اللي زادوني في داك الشرط حتى قلت بديت كنكمل السوايع قربت نكملهم وهما يزيدونا داك الشرط صافي واني قعدت خاصني 10 د المليون. دابا نبقى نلوح لكم في ستوريات ديال سميتو هذاك ديالاش ستوريات ديال اليوتيوب الله يسهل عليكم بقاو دخلوا ليهم وهذا تفرجوا فيهم وبارطاجيوهم الله يسهل عليكم. هذا ما كان يلاه نقول لكم سلام عليكم. شوفوا الشفار كيسرق الخبز شفتوه ها هو حصلته متلبس اش كدير عز الدين عز الدين حط لي قلبي على او سرق خبزه شفار سرق خبزه شفار سرق خبزه شنو حصلتك انا حصلتك انا حصلتك سرقتي خبشة حصلتك انا ها حصلتك ايه عزيز عليه التليفون هذا الهاتر عزيز عليه التليفون شوف واش يدير ها شوف واش يدير على التليفون بديتي بديتي نقولي ميو 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 عزيز عليه المشاش انا نموكنا هو يضحك ميو هادي مين تتسكت شنو
ها ميو اش بغيتي تليفون؟ لا تليفون خايب ما مزيانش لك التليفون خايب لا لا هو تليفون خايب اودي الله يهديك راه تليفون خايب لا عكوك جاي ليا صافي.